بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين. هنتكلم عن آخر محاضرات اليوم، اللي هو آخر شعبة اللي احنا هنتكلم عنها، اللي هي النيماتوتس أو بنسميها الديدان الأسطوانية أو راوند وورمز. زي ما تعودنا دائما يا جماعة، احنا بناخد الجنرال كاركترستكس، الخواص العامة او الصفات العامة، هنبدأ في الصفات العامة لهذه الشعبة. اول حاجة بنقول نيماتودز سميناها او بنسمي ورم لايك، يعني هي عبارة عن شبيهة او شكلها شكل الديدان. اسم نيماتود يعني ثريد لايك، يعني شبيهة بالخيط، عشان هيك بنسميها الخيطيات. نيما معناتها ثريد، نيما معناتها ايش؟ زي ما قلنا ايش؟ ثريد. معظم النيماتودز بتعيش معيشة حرة، اوكي، فري ليفينج فورمز، موجودة في السويل والووتر. هناك بعض من الانواع الادلتس فيري جريتلي ان سايز، يعني بتختلف في احجامها من مليمترز الى meters. زي عندنا الدراكن كلس ميدنينسز ممكن يصل طولها ل 10 متر او الى اخره. عندنا العديد من الديدان دوت الاسكارس ممكن يصل طولها ل 25 سنتيمتر. اوكي، ميل از جنرالي صفه عامه او خاصيه عامه من خواصها، انه دائما الذكر بيكون اقصر وارفع من الانثى. الانثى بتكون ايش؟ وبعدين بنلاقي الذكر بستيرو الاند، يعني بيتدبب من المنطقة الايه الظهرية، وبنلاقي في عنده ايش اللي هي برضو في عنده انثناء زي ما احنا شايفين من عند المنطقة البطنية، يعني من عند منطقة الراس بنلاقي ايش اللي هو فنترالي كيرفت، يعني ايش عامل زي الكول او زي ايه زي الملف، يعني تبرد اند، يعني النهاية تاعتهم قصيرة او مدببة، والفنترال المنطقة الأمامية أو البطنية تاعتهم إيش؟ فنترال كولد، يعني ملتف إلى إيش؟ إلى الناحية البطنية. الجسم في الغالب محاط بأوتر كيوتيكل، يعني جدار أو غلاف خارجي شبيه إلى حد ما يعني بالجلد. ممكن يكون سموس، وممكن تكون استرياتد، وممكن يكون شوكي، يعني حسب نوع إيش؟ حسب نوع الطفيل. الطبقة الوسطى اللي هي بنسميها اللي هي الهايبوديرمس، والانر لاير از بنسميها عبارة عن السوماتيك ماسكولار لاير، يعني يبقى عندي الهايبوديرمس واللي هي الاندوديرمس او الطبقة الداخلية، هي بنسميهم الماسكولار او السوماتيك ماسكولار لاير. بتتحرك هذه الديدان عن طريق ساينس اكسجين، يعني عن طريق ليش تعرج في جدار ليش في جدار الجسم، يعني ما فيش لا سيليا ولا اهداب ولا اصوات ولا غيره، انما اللي بيساعد على الحركه اللي هو ايش التعرجات اللي بتصير في جدار الجسم. الجسم هنا بنبدا نقول البودي كافيتي از اسيدوسيل، يعني ما هواش تجويف يعني كامل، انما شبه تجويف، يعني بنبدا نشوف او زي كده ده بنسميه تجويف. يعني ايه تجويف؟ يعني هي عباره عن السبيس اللي بنلاقي فيه الانترنال اورجانز، يعني هذا عبارة عن قطاع عرض مأخوذ من دودة معينة اهو من نيماتود. بوضح لي في عندي اهو، هذا عبارة عن دورسال نيرف كورد، هذا عند ماسل لاير طبقة عضلية، اكسكروتري دكت قناة اخراجية، يوترس رحم اوفري مبيض، يعني هذا ايه قطاع عرضي في اللي هي يعني اهو زي ما احنا شايفين بداية تجويف في نلاقي في اورجانيلي او في ايش في عضيات او ما نسميها الفيزرا سسبندد، يعني الفيزرا اللي هي الاحشاء العامه بنلاقيها موجوده في السيدوسيل او في شبه ايش شبه التجويف. النيماتودز ليها سيمبل اكسكريتوري ونيرفس سيستم زي ما شفنا، يعني بدايات ظهور او وجود جهاز اخراجي وجهاز ايش جهاز عصب. النيماتودز ايش يعني دايشوس؟ يعني ثنائية الجنس، يعني معناته من سين نقول في عندي ميل وفي عندي ايش وفي عندي فيميل. الميل ريبروداكتيف سيستم اللي هي الجهاز الذكري، جهاز اللي هي التكاثر الذكري، بيتكون من سنجل ديليكت توبولار ديفرنشيتد الى تستس، يعني هو قناة
هذه القناة تتميز إلى خصية ووعاء ناقل فاس ديفرنس، وعاء ناقل سيمينال فيزيكل يعني حوصلة منوية، وإيجاكولاتوري دكت يعني قناة قاذفة. هذه سيمبلي اللي هي الميل ريبرودكتيف سيستم. الفيميل ريبرودكتيف سيستم بيتكون من أوفري مبيض، أوفيدكت قناة بيض، سيمينال ريسبتاك اللي هو مستقبل المنوي، يوتراس رحم، وفاجينا ليش اللي هو اللي هي الفتحة التناسلية أو اللي هو المن. الفيميل نيماتودز خلي بالنا، الفيميل نيماتودز هنا ممكن نلاقيها تضع بيض بسميها أوفيبراس. أوفيبراس يعني تضع بيض، لارفيبراس أو بسميها إيش تضع لارفا بسميها فيفيبراس تضع لارفي، أوكي، أو بسميها لارفيبراس يعني تضع يرقات، أوكي. أحيانا تضع بيض، البيض محتوى على إيش على يرقات بسميها إيش اللي هي أوفو فيفيبراس، يعني هي بتضع بيض والبيض بفقس بدي إيش بدي يرقات. هذا هو زي ما احنا شفنا، هذا هي احد الديدان، وهذا هو مبين لي اللي هو ايش اللي هو الفنترال نيرف كورد، وهذا عند الفارنكس يعني جهاز ممكن نلاقي في عند ريكتام، وممكن نلاقي اينس في عند هذا الجوند، اوكي، هذا الانتستين، وهذا ايش اللي هي السبيرماثيكا اللي هي قناة فولفا، وهذا اليوترس، اوكي. هنا اهو برضو هذا هو عبارة عن ايش عن التستس، وفي زي ما قلنا الفاز ديفرنس الوعاء الناقل والجاكل دكت وهو ايش الى اخره. هذه اللي هي حركة تاعت النيماتود، ده ممكن تكون لارفا تاعت اللي هو احد انواعها زي السترونجلويدس تتحرك بهذا ايش بهذا الشكل او بهذا المنظر. هذا الاستراكشر اوف نيماتود، زي ما قلنا هذه عبارة عن نيماتودا، هذا هو زي ما احنا شايفينها جسمها غير معقل، وبعدين اسطوانية الشكل، وزي ما احنا شايفين مدببة من هنا، وممكن نلاقي في منها انواع بنلاقيها فنترال كيرف يعني ملوية بهذا الشكل. هذا اللي هو قطاع عرضي في اللي هي في الدودة زي ما احنا شايفين، هذا ايه مأخوذ قطاع عرضي. هذا زي ما قلنا الميل والفيميل، هذا على طول بنعرف هذا عبارة عن الميل، لأنه الميل زي ما قلنا أطول وأعرض من مين من إيش من الذكر. هذا الأوفري، هذا اللي هي في الغالب الدودة الدبوسية، هذا الانتستين أو هذا الذكر أهو زي ما احنا شايفين ملتوي، وممكن ألاقي هنا في حاجة بسموها شوكتا جماع في عدد من هذه إيش الديدان. عند الذكر بنلاقي عند قناة المجمع أو الإينس في عندي هنا ايش شوكتا جماع بتساعد الذكر انه ايش انه يتثبت مع الانثى على اساس ايش انه يبدأ يعمل ejaculation او يقذف الحيوانات المنوية عند الانثى. اللايف سايكل، اللايف سايكل للنيماتود بتكون من اربع لارفال ستيجز، طبعا مش كل ديدان زي ما قلنا واحدة ومش كلهم بمروا بنفس الشيء، وانما هذا ايه خواص او صفات عامة. الأضل فورم للكيوتيكل از شد، يعني أثناء دورة اللي هي دورة حياة هذه الديدان هنلاحظ إن هي بتاخد دورات في منها على أساس إنه إيش إنه بيعمل موضوع عملية بنسميها اللي هي إيش المولتنج أو الانسلاخ. انسلاخ يعني هي بتبدأ تكبر في الحجم، كل ما بتكبر في الحجم بتغير الكيوتيكل إلى كيوتيكل إيش أكثر اللي هي تطور، أوكي. الانسان يعتبر هو الاوبتيمم هوست، يعني هو العائل الحقيقي في معظم او في يعني غالبية الديدان او في كل النيماتودز بتمر دورة حياتهم يا جماعة في وان هوست، اوكي، يعني في الغالب ممكن ملاقيش عائل وسيط الا في بعض اللي هي فيلاريدي ودراكن كالويدي، هدول ممكن الاقي في تو هوستس، اما الاسكاريس ممكن الاقي وان هوست، السترونجلويدس عديد من الديدان اللي عائل واحد اللي هو ايش الانسان يعتبر هو الاوبتيمم هوست. النيماتودز في الغالب اللوكاليزيشن تاعها او التمركز تاعها بيكون في الانتستاينال تراكت، يعني في القناه الهضميه، والاجز تاعتها بتطلع الى الخارج مع البراز تاع ايش تاع العائل، اوكي. تخضع هي الى few developmental changes، يعني الى بعض التغيرات اللي ايش اللي هي التطورية قبل ما تدخل new host او عائل جديد.
المود اوف انفكشن يعني طريقة العدوى، ممكن اللي هي باي انجستشن عن طريق اما بلع البيض زي الاسكاريس، الانتروبياس، الترايكيوريس، دودة الاسكاريس او الدودة الدبوسية او الدودة الكرباجية. لارفي within intermediate host زي التراكن كالاس، انسيستد لارفي يعني ممكن نلاقي اللارفي موجودة انسيستد يعني في العضلات زي ترايكينيلا. بنتريشن اوف سكين، كل هدول طرق يا جماعة ممكن اللي هي النيماتودز تشتغل عليها، زي الانكيلوستوما ممكن تدخل، والنيكاتر امريكانوس والسترونجلويدس، هدول ممكن اللارفا تخترق الجلد وتعمل دورة حياتها زي ما هنشوف ان شاء الله، او عن طريق بلاد اللي هي ساكنج انسكتس زي الفيلاريا، دوت الفيلاريا، او انهاليشن اوف داست كونتيننج ايجز يعني ممكن غبار او تراب موجود في البيض زي الاسكاريس والانتروبياس ممكن ينقلون هذا النوع من ايش من الديدان. التصنيف الزولوجي، الفايلم نيماتي هيلمنثس، نيماتودا، كلاس نيماتودا. النيماتودا يا جماعة او الخيطيات تنقسم الى تو سب كلاسز، وهذا بيعتمد على مدى وجود او عدم وجود الفازميدز اللي هي الحلمات، عبارة عن كودا الحلمات ذيلية بنسميها، يعني زي نقدر نقول اشياء تقدر اللي هي تستشعر او تثبت نفسها في داخل الانتستين. التو سب كلاسز بنسميهم افازميديا وفازميديا، اوكي. وممكن الان يعني في تسمية جديدة بسميهم او عادوا تسميتهم الى ادينوفوري وسيرسينيتي بالترتيب، يعني ادينوفوري اللي هي الافازميدا والفازميدا اللي هي سيرسينيتي، يعني ايش بالتعاقب، او هذا الفازميدس اللي هي الكودا فازميد حلمات او حليمات اللي هي زي درنات بتجمع وجودها اهي في او بهذا الشكل في احد اطراف اللي هي نهاية جسم الدودة. هنا الكلاسيفيكيشن يا جماعة حسب طبعا الهابيتات او موقع المعيشة. هناك انتستاينال نيماتودز زي ما قلنا الاسكاريس، الانكيلوستوما ديودينالي، النيكاتر امريكانوس، السونجلويدس تيركوراليس، ترايكينيلا تيركوراليس، ترايكينيلا سبايراليس، كابيلاريا فيليبينيز، لارج انتستين ترايكيوراس ترايكيورا هذا بتعيش في الانتروبيس فيرميكولاريس في الامعاء الغليظة وبالذات عند منطقة الريكتوم. الهيومن نيماتودز الليمفاتكس يعني بتعيش في الليمفاتكس في الأوعية الليمفية زي البوشريرا بانكروفتي، بروجيا مالاي، بروجيا تايموري، سكين في السب كوتينيوس تيشو يعني ممكن نلاقيها موجودة في ملتحمة العين زي اللويا لويا، أونكوسيركا فولفيولاس برضه ممكن في العين، تراكن كولاس ميدنينسيس أو بسميها غينيا بي ويرم، ميزنتري، مانسونيلا، اوكي، كونجنكتايف زي ما قلنا العين، يعني ادي هناخد احنا معظم الديدان اللي احنا تكلمنا عنها. اول حاجة هنتكلم عن حاجة بنسميها لارفا ميجرانز، لارفا ميجرانز، وهذه نوع من انواع اللي هي اللايف سايكل لمعظم هذه الديدان باريزيتايزنج هيومن، اوكي، يعني بتعيش او تتطفل على الانسان. انكلود لارفا المايجريشن يعني حتى تشمل هجرة اللارفا في اللي هي من خلال العديد من الأنسجة اللي هي ممكن تهاجر فيها أو تروح إيش تروح فيها. بعض أنواع من الديدان يا جماعة، اللارفا appear to lose their way يعني أحيانا بتخش اللارفا مثلا مكانها عن طريق الجلد، بتخش في الجلد وبتفقد البوصلة تحت الحركة تاعتها، يعني إيش بتضل الطريق، فبتضلها تتجول around aimlessly يعني بتضلها تروح وتلف وتدور من غير هدف، يعني ملهاش تشو ملهاش نشيج عشان تكمل ايش تكمل دورة حياتها. عشان هيك قد بنسميها لارفا ميجرانس، لارفا يعني هي اليرقة، ميجرانس يعني ايش جاي من migration يعني اللي هي المهاجرة. ليه؟ لانه زي ما قلنا هذه يرقة لها مكان معين، خشت في الجلد ضلت طريقها، ضلت موجودة ايش مكان الجلد تحوم وتلف في
مناطق في إيريا ما هياش الإيريا تاعتها. هذه عموما بنسميها زي ما قلنا ان human infection occurs with non-human species، يعني معناته زي ما قلنا إذا كنتوا ذاكرين اللي هي ديدان دخلت في مكان ما هواش المكان الحقيقي لإلها. يعني مثلا بعض أنواع من الديدان بتيجي اليرقة بتخش في الإنسان، والإنسان ما هواش العائل تاعها، هي دخلت ضلت الطريق دخلت في هذا الإنسان ولكنها ما بتموتش، وممكن تعمل الإنسان العديد من ليش المشاكل، وممكن يعني ما تسبب لهش اللي هو مشاكل. في هذه الحالة الورم is unable to undergo normal development، يعني زي ما قلنا في الوضع هذا يعدد ولكنها لا تخضع إلى اللي هي تطورات جديدة أو اللي هو الديفلوبمنت وتكمل دورة حياتها، لأنه زي ما قلنا يعتبر الإنسان ما هواش إيش العائل تاعها. أوكي، زي عندي أنواع منها visceral larva migrants اللي هي الحشوية اللي ممكن تصل إلى الأحشاء، اللي هي النوع هذا بتسبب عن طريق بعض أنواع من الخيطيات that are normally parasitic for human host، يعني ممكن تكون هذه أصلا إلها علاقة تطفلية بالهيومن هوست. في الهيومن هذه النيماتودز ما بتتطورش إلى الأدلت ويرم، يعني بتضلها في مرحلة اللارفا، لكن بدل هيك ممكن تهاجر اللارفا اللي هو في خلال أنسجة اللي هي العائل، وتحدث اللي هي العديد من التطورات أو الردود المناعية اللي ممكن يكون هي السبب في اللي هي يعني الإمراضية تاعتها اللي هي الإنفلاميشن أو اللي هو تنشيط الجهاز المناعي لوجود مثل هذه اليرقات في أنسجة مختلفة، هو اللي ممكن يعمل العديد من إيش من البروبلمز أو إيش أو المشاكل. من ضمن اللي هي الكومون كوزز أو المسببات اللي هي للعلاقات مثل هذا النوع زي التوكسوكارا كانس. التوكسوكارا كانس هذا عبارة عن دوج راوند ويرم، يعني عبارة عن إيش اللي هي ديدان أو نيماتود بتعيش في الكلاب، ولكن زي ما قلنا إذا إجت وصدفت لليرقة في الإنسان ممكن هي زي ما قلنا تلف وتتجول وتعمل له بعض الإيش اللي هو المشاكل. توكسوكارا كاتي اللي بتهذا بتصيب الكاتس اللي هي القطط. أسكارس سوم اللي هي البيج أسكارس، هذه الأسكارس بتعيش في الخنازير ولكن ممكن زي ما قلنا برضو تصل للإنسان. أنجيو سترونجلاس كاتينينسز ناثوستوما، أوكي كل هدول بعض أنواع اللي هو أنيزاكس سمبلكس، هذول اللي هم نفس اللي ايش الحيثية تاعت اللي هي بزر اللارفا ميجرانس. في كوتينيوس لارفا ميجرانس، هذا ما كوتينيوس معناته بتكون ايش موجودة في اللي هي سيربيجينيوس سكين اربشن، يعني هذه تزحف في داخل اللي هي الجلد و كوز باي بارونج لارفا اوف انيمال هوك وورم، يعني تتسبب ان اللارفا بتدفن حالها في اللي هو في الجلد، زي مثلا يوجوالي ذا كات اند كات هوك وورم اللي هي ايش اللي هي الديدان الخطافية اللي بتعيش في اللي هي الكات. اللارفي تفقس من البيض، والبيض باست ان دوج فيسز، يعني بيطلع مع براز او براز الكلاب او القطط، وبيبدأ يتطور اللي هي اللارفا في السويل. بيجي بني آدم بيلعب أو بيمشي حافي في اللي هي التربة هذه ممكن ينصاب، تيجي اللارفا هذه تخترق الجلد وتبدأ إيش اللي هي تخش في داخل الجسم وتعمل إريثيماتس ليجنز، يعني تعمل له احمرار وتعمل له، ممكن أحيانا نشوفها اليرقة وهي قاعدة بتمشي تحت الإيش اللي هي الجلد، يعني بتعمل إيش كريبينج إرابشن. يعني إيه كريبينج؟ زاحفة. ربشن يعني زي اللي هي التحتكات. اوكي، الكومون كولز من المسببات زي عند اللي هي انكلستوما برازيليانسيس، هذا عبارة عن هوك ويرم اوف وايلد اند دوميستيك دوجز، يعني عبارة عن اللي هي الدودة الكرباجي الخطافية اللي هي الكلابية اللي هي زي الكلاليب زي تحت اللحمة للكلاب اللي هي البرية والكلاب المستأنسة والقطط كمان. انكليستوما كانينم اللي هي عبارة عن دوج هوك ويرم موجودة في استراليا.
أونسيناريا سينوسيفالا اللي عبارة عن دق هوكوير موجودة في أوروبا هذه، بونوستومم فيليبتومم اللي هي الكتل هوكوير. يعني هذول عبارة عن زي ما قلنا بنسميهم اللي هو إيش النيماتوتس أو اللي هو اللارفا ميجرانس. من ضمن الديدان يا جماعة عندي اللي هي الترايكينيلا سبايراليز، وهذا بنسميها مصل وورم. الكومون نيم تاعها بنسميها تريكينا وورم، تريكينا وورم موجودة بهذا الشكل، بلاقيها دي كولد، هذا الشكل اللي هي اللارفا، وهذا الشكل اللي هي اليرقة تاعتها بهذا الشكل، بتكون موجودة في المسلز أو كويلد زي الملف هيك، بلاقيها في إيش في العضلات. أوكي، ترايكينيلا عبارة عن اسم مشتق من مانيوت سايز اوف ذا ادلت، يعني الحجم الدقيق لايش لا اللي هي الدودة. ترايكوس معناتها هير، اوكي، الا اللي هي صفكس يعني نهاية، معناتها دايمينيوتيف يعني تصغير، يعني ايش يعني صغيرة ايش في الحجم مقارنة باخواتها او اولاد عمها اللي بيصل اللي هي احجامهم لايش الى سنتيمترات او الى مترات. اوكي، سبايراليز سبايرا زي ما قلنا سبايراليز يعني جاي من ايش سبايرالي كويلد، لان عاملة زي الملف او زي ما احنا شايفين في الصورة تاعتها كويلد، عشان هيك بنسميها ايش ترايكينيلا سبايراليز. وزي ما قلنا الكويل هذا دائما بيظهر موجود في ايش في المسلز او في العضلات، عشان هيك بنقول الانسان هو الاند اوف ذس وورلد. حنشوف ليش. الميجور سورس اوف ا هيومن انفكشن هو واز شون تو بي ذا كونسامبشن اوف inadequate، يعني انه ممكن ناكل inadequate cooked pork يعني لحم خنزير غير مطهي طهيا جيدا، لانه هي اما حتستقر في عضلات لحم الخنزير للناس اللي بتاكل لحم خنزير، احنا الحمد لله ربنا من علينا بالاسلام وبناكلش لحم الخنزير، واما الانسان، وطبعا الانسان فيش حدا بياكل لحمه، والانسان طبعا بينكبر، عشان هيك بنلاقي ايش هذه طبعا بنضلها ايش الانسان يعتبر المقبرة النهائية لهذا النوع من ايش من الديدان. تريكنوزيز اوزيز زي ما قلنا abnormal form، لما نقول تريكنوزيز يعني الديزيز which is caused by trichinella spiralis an important public health problem، يعني موجود في اوروبا. ليه؟ لانه زي ما قلنا هم بياكلوا لحم الخنزير، احنا الحمد لله لا نتناول طعم الخنزير. الادلت ويرم اللي هي مكان المعيشة مهم جدا يا جماعة، الادلت ويرم live deeply buried in the mucosa of the small intestine، يعني هو بيعيش بعمق مدفون في داخل اللي هي الغشاء المخاط المبطن للامعاء ليش الرفيعة، زي عند اللي هي الديودينام والجيجينام للخنزير والبير والرات والماء، اللي هي الخنزير والبير والرات والإنسان، لذلك المصدر إما اللي هو إيش اللي هو الخنزير. insisted larvae اللي هي اليرقة insisted المتكيسة موجودة في striated muscle of these sources، يعني موجودة في العضلات المخططة لهذه اللي هي للعوائل هذه. there are no free living stages، ما عندهاش اللي هي معيشة حرة، هي موجودة في مدفونة زي ما قلنا في الأنسجة تاعت اللي هي إيش الاسترياتد ماسلز ديبلي. تعالوا نشوف المورفولوجي الأدلت ويرم، عبارة عن سمول وايت ويرم، يعني هي عبارة عن دودة صغيرة لونها يميل إلى بيضة، visible to the naked eye، يعني دوبك الواحد بيقدر يشوفها بالعين المجردة، وزي ما قلنا تعتبر من السمولست نيماتودز انفكتنج هيومنز، يعني من أصغر النيماتود اللي بتصيب الإنسان. الميل ميجرز اباوت 1.5 ملم، يعني ايه 1.5 ب 0.04 ملم، يعني اقل من ايش من السنتي بكتير. ذا فيميل اباوت 3 ملم، زي ما قلنا الفيميل اطول واعرض من مين من ايش من الذكر، كصفة عامة لمعظم الديدان. توايس ذا لينكس اوف ميل، يعني حوالي مرتين قد طول ايش قد طول الذكر، او 1.5 ل 3 ملم. الفيميل هنا الفيميل ورم is viviparous، مش oviparous ولا oviviparous، ديري بالك ممكن اجيب لك الفيميل of strongyloides او اللي هو of trichinella spiralis is
از فيبرس، طبعا لا تقول لي صح، لكن لو قلت لك او فيبرس طبعا ايش غلط، هي ما بتضع بيض انها بتضع ايش فيبرس. اللايف سبان اوف ذا ادلت ورم از فيري شورت، يعني دورة حياة اللي هي الدودة هذه قصير. الميل ورم دايز، يعني بعد ما بيعمل فيرتلايزيشن اللي هي الميل بعد ما بخصب اللي هي الانثى بموت على طول. اوكي، الفيميل بعد هيك ممكن تموت بعد ما اللي هي تضع اليرقات باربع اسابيع او اربع شهور، يعني حوالي 16 اسبوع، او زي ما قلنا هذا اللي هي كصفة عامة من ايش من صفات الديدان. الادلت ورم اوف تراكينيلا سبايراليز، هذا اللي هي الميل، وهذا ايش وهذا اللي هو الفيميل. اللارفا زي ما احنا قلنا يا جماعة اهي بتعيش، اهي انسيستد زي ما احنا شايفين، هذا قطاع في اللي هي في الجلد. اللارفا بيكم انسيستد ان ذا سترييتد ماسلز، يعني بتبدا اللي هي اليرقة تتكيس او تتحوصل في داخل اللي هي المسل فايبرز او في داخل الياف العضلات. ات ذا تايم اوف انسيستمنت، في وقت اللي هي التكيس تاعها بتقيس حوالي 1 مليمتر ان لينث باي 36 مايكرومتر ان دايمتر، يعني ممكن ايش تنشاف تحت الميكروسكوب عادي جدا. اللارفا ان ذا سيست از كويل، في داخل الكيس هي دائرية، من هيك بنسميها سبايراليز. اوكي، اهي هذا شكلها، هذا قطاع، وهذا طبعا صورة توضيحية، انما هذا ايش مأخوذة فعلا من اللي هي انفكتيف ستيج اللي هي لهذه اليرقة. يعني لو اجى واحد اكل لحم خنزير ممكن ايش اللي هي ينصاب بهذا النوع من ايش من اليرقة. الاوبتيمم هوست زي ما قلنا هو الانسان، الالترناتيف هوست اللي هو ايش اللي هو المان. الاوبتيمم هوست اللي هي البيج سوري، يعني العائلة اللي هي المناسب لها هو الخنازير، لأنه ممكن الخنازير تنقل العدوى لكن الإنسان ما بنقولش العدوى. Infection can pass from pig to pig، ممكن تنتقل من خنزير لخنزير. Facilitated by the custom of feeding pigs، يعني ممكن يصير التسهيل عن طريق اللي هي ايش التغذية على اللي هي أكل الخنزير. With untreated household garbage، اللي هي القرباج اللي هي ملوثات او مخلفات اللي هي ايش الكرشه مثلا والمخلفات الخنازير والى اخره، اللي ممكن تكون تحتوي على بيت اوف بورك وذ انفكتيف سيست، يعني ممكن تحتوي على ايش على سيست من رات لرات، من رات لرات يعني من عرسه لعرسه او من بيج لرات زي كده. المان زي ما قلنا از ديد اند اوف ذا بارازايت، يعني ليش لو جينا في الامتحان المان از ذا ديد اند اوف ذا بارازايت، لانه زي ما قلنا السيست موجوده في الهيومن ماسلز ار انلايكلي تو بي ايتن، يعني طبعا ما حدش بياكل لحم الايش او ما حدش بياكل عضلات الايش اللي هو الانسان. اوكي، الا اذا اجى خنزير وما بيحصلش طبعا ياكل لحم انسان او الى اخره. انفكتيف فورم، الطور المعدي انسيستد لار، يعني في حاجات يا جماعة يعني الواحد لو بخش الامتحان هو عارف الامتحان من أمور زي كده، من نعرف وين بعيش البارازايت، ليش يعني هذا يعتبر اند ستيج لهذا البارازايت، كيف بينتقل هذا الطفيل، هذه حاجات يعني لازم نعرفها. اوكي، الطور المعدي مثلا نقول اللي هي الانسيستد لارفا اللي هي ايش اللي هي بنسميها اليرقة المتحوصلة او المتكيسة. وين موجودة هذه؟ في المسلز اوف بيجز اند اذر انيمالز، يعني في عضلات الخنازير واذر ايش واذر انيمالز. طريقة العدوى، الانسان بينصاب حينصاب ازاي بهذا النوع من الديدان؟ بده ينصاب عن طريق اللي هو ايش اللي هو تناول طعام خنزير، لحم خنزير غير مطهي طهيا جيدا. اوكي، او مثلا ممكن سوسج، واحد عمل لك سوسج، ولا احيانا بياخده وبضيفوهم للشوكولاته وبضيفوهم لحاجات زي كده، ممكن تيجي او تكون العدوى بهذه الطرق او عن طريق هذه اللي هي الاشياء. بعد ما بيصير انجستشن للميت، بعد ما بياكل الانسان طعم لحم الخنزير الموجود فيه الانسيستد لارفا، الكبسول اوف ذا انسيستد لارفا از دايجستد، يعني الكبسوله ايش يعني الكبسوله؟
يعني الكيس اللي بحوط فيه اللي هي اللارفا بيبدأ يصير له هضم عن طريق اللي هي عصارة المعدة. وبعد كده اللارفا is released in the duodenum. في الديودينم والجيجينم تطلع اللارفا where they molt four times. زي ما قلنا بتنسلخ أربع انسلاخات عشان تصبح دودة يافعة. اوكي. بعد التزاوج زي ما قلنا الذكر بموت والأنثى بعد هكذا بتبدأ begins to deliver the embryos. بتبدأ تضع اللي هي زي ما قلنا هي بتضع لارفات تبدأ تضع اللي هي الجنين الأجنة بعد 4 إلى 7 أيام من ليش من الإصابة أو العدوى. اللارفا penetrate the intestinal wall تخترق اللي هي الجدار تاع الأمعاء وبتهاجر عن طريق الليمفاتيك فيسل إلى البلود ستريم إلى الدورة اللي هي إلى مجرى الدم وهناك تحمل إلى الفيريوس أورجانز أو إلى الأعضاء اللي هي الأعضاء المختلفة. زي ما قلنا المكان يعني اللي بتفضل سكيليتال ماسلز اللي هي العضلات الهيكلية. اوكي. دايفراجم لحجاب الحاجز هدول يعني المناطق أو المنطقتين يعني اللي أكثر تفضيلا لهذه الأنواع من مين من إيش من الديدان. ممكن أحيانا تصل لللسان ماسيترز والأوكيولار ماسلز. ماسيترز اللي هي العضلة الموجودة إيش أهي ماسيتر ماسلز اللي هي العضلة اللي بتحيط في إيش في الوجه. أوكي. أهو هذا اللي هي دورة حياة للترايكنيلا سبايراليز إذا أكلها خنزير أو إذا أكلها إيش اللي هو إنسان. أوكي. وزي ما قلنا الإنسان يعتبر dead end of this worm أو لهذه الدودة وحكينا إيش السبب في هذا الكلام. يعني لو جيت أنا هان مع التركيز على بعض الأشياء يعني كفاية إن أنا أعرف دورة حياة هذه الدودة. لو كل هناك حاجة كتبت كلمتين تمشي دورة حياة هذه الديدة. الباثوجينيسيتي والكلينيكال فيتشرز. الديزيز اللي بتسبب الترايكنيلا سبايراليز بنسميه تريكنوزيس. اوزيس زي ما قلنا ايش اللي هي يعني ابنورمال يعني شيء غير طبيعي او اللي هي الديزيز which is caused by this worm. المانيفستيشن ممكن زي ما نقول اسيمتوماتيك وممكن طبعا ايش اللي هي تكون اللي هي تعمل لي فيتال إلنس يعني مرض مميت which is extremely rare يعني نادر انه ممكن يكون ايش مميت. الباثولوجي والكلينيكال فيتشرز هذه بيختلف حسب الستيج في اللايف سايكل. احنا قلنا هذه اللارفات او اليرقات ممكن تروح في كذا مسلز او في كذا عضلة ومن ضمنها ممكن تروح على العين ممكن تروح على اللسان ممكن تروح على الحجاب الحاجز. ايش ممكن يصير ردود مناعية هناك يصير تليفات يصير بعض الاعراض يعني من حاجات زي ما قلنا اسيمتوماتيك الى حاجات باري سيريوس ممكن تكون ايش فيتال ال يعني مرض قاتل وهذا يعني نادر انما ممكن ايش يحدث هذا الشيء. اللاب دياجنوزز اهو احنا قلنا لا في بيض ولا في غيره واليرقات احنا طبعا شغلنا ما هواش شغل خنازير ولا شغل غيره احنا شغلنا شغل ايش نشتغل على اللي هو الهيومن. لذلك العينات اللي انا ممكن طبعا عادي عينة خنزير ممكن يكون ولكن مش هيجيبوا عندك يفحصه الخنزير لكن بدك تكون انت ايه بتفهم انه انا ممكن يجي لي مصل بايوبسي. مصل بايوبسي حتى المصل بايوبسي بتروح لتعون الهيستوباثولوجي اللي طبعا ممكن زي ما قلنا زي ما وريناكم نلاقي اللارفا كويل وموجودة بداخل ايش في داخل العضلات. زينو دياجنوزيز يعني ممكن بعض التشخيصات ستول اكزامينيشن أضلت ويرم واللارفا ممكن أنا أجي أفحص أعمل ستول إكزامينيشن ألاقي يا إما ألاقي اللارفا إنها نزلت مع البراز وممكن ألاقي إيش اللي هو الأضلت ويرم موجود إيش في البراز. أوكي. الهيستوري طبعا إندايركت ميثودز يعني طرق اللي هي ممكن زي ما قلنا سيرولوجي الإلايزا ديتكشن أوف أنتيجينز أنتيبوديز بنتولايت أو بنتونايت فلوكيوليشن تيست يعني طرق سي تي اكس راي يعني اليوم بي سي ار. اوكي. انترا ديرمال تيست باكمان
بوزيتيف فور ييرز. ممكن نعمل يا جماعة اللي هي بعض انتشن اللي هي انترا ديرمال تيست، تشوف في اليرجي ولا ما فيش. بلاد اكزامينيشن، ممكن ايزينوفيليا طبعا، لكن هذه ما بتحددليش الا كرايتيريا تانية او فحوصات او تحاليل. ايش اللي هي طبعا الهيستوري بتاع المريض، بتاكل لحم خنزيري، ايش اللي بتاكل وايش اللي بتسويه، هذول كلها طبعا يعني الواحد لازم يسأل عشان يقدر يجمع ويقدر يعني يعمل تحاليل معينة. مش غلط انه يسأل المريض هل انت مثلا بتاكل لحم خنزير، اذا كان انت فحصت ولقيت عنده يوزينوفيليا. طب ما هي الاسكارس بتعمل يوزينوفيليا، فلازم ايش لما نشطح او لما يعني بدنا نفكر في حاجة، لازم نفكر في الشغلة هذه بكذا او من كذا وجهة نظر. اوكي، البروفايلاكسيس طبعا معروف من وين اجى مصدر العدوى، من الخنازير. يبقى اللي بياكلوا الخنزير، احنا طبعا لا نشجع اكل الخنزير، ولكن طبعا هذا معمول اللي هو في اوروبا وفي امريكا، لانهم بياكلوا لازم يطهوا، لا بد من طهي لحم الخنزير. وطبعا ايش اللي هو ناكل انكوكت او رو ميت غلط في اي حال من ايش الاحوال. اوكي، طبعا لابد التوقف من اكل لحم الخنزير واحل لحم اللي هو مخلفات الخنزير، والتعامل مع الخنازير، وربنا يبعد عنا هذا النوع من الحيوانات. extermination of rats، يعني لازم برضه بقدر المستطاع القضاء حتى من السنة، انه احنا حتى لو لقيت الرات هذا في الحرم، حلال انك ايش انك تقتل اللي هي ايش الراتس، لانها قذرة وتنقل العديد ايش العديد من ايش من الامراض. وبالذات مثلا اللي في دول اوروبا اللي بربوا الخنازير، لازم يتخلص من الراتس، لانه ممكن الرات هذا تجيب اللي هو العدوى من مين، من الجرباج او اللي هي مخلفات الخنازير. الدودة الثانية يا جماعة بنسميها ترايكيوريس الترايكيورا. ايش اسمها؟ ترايكيوريس ترايكيورا، او بنسميها بالعربي الدودة الكرباجية، لانه زي ما احنا شايفين يا جماعة، بصوا شكلها ازاي، عامل زي الكرباج. الكرباج اللي بيستعملوه اللي هو العربنجية او سواقين اللي هي الحصن او الحمير اجلكم الله، بيكون الكرباج عامل عصاية ولافف حواليها ايش اللي هو شيء لفاف او مطاط، على اساس اللي هو ايش يقعد يلف على طبعا ايش على البهيم. اوكي، فعشان هيك زي ما احنا شايفين عاملة لها زي المقبض، ولا ايش اللي هي لها ثريد او لها خيط. الهابيتات طبعا قلنا هذا من تعتبر من الديدان اللي بتعيش في اللارج انتستين. الترايكيورا ترايكيورس الترايكيورا بتعيش في اللارج انتستين زي ما قلنا. الادلت ويرم ار فاوند اتاتشد، طبعا زي ما احنا شايفين بتثبت نفسها في السيكم، واللي هي ليس كومون تو ذا فيرمي فورم، يعني عندك يعني ممكن تصل الى ايش الى اللي هي الابندكس، يعني عند منطقة اللي هي الدودية او اللي هي الزائدة الدودية في القولون، او عند الانال كانال، يعني منطقة الريكتم، يعني ايش في اللي هي اللور لارج انتستين، يعني القناة اللي هي في المنطقة ايش المناطق اللي هي ايش السفلى من اللي هو القناة، او اللي هو القناة الامعاء الغليظة. اوكي، الادلت ويرم الميل ويرم من 30 ل 45 مليمتر، يعني بنشوفه بالعين يعني حوالي 4.5 سم. اوكي، وايل ذا فيميل از سلايتلي لارجر، زي ما قلنا الفيميل من 30 من 40 ل 50 مليمتر، يعني حوالي ايش 5 سم بتصل ايش اللي هي الفيميل. الورم از ايش كالر، يعني شكلها رمادي اللون. اوكي، it resembles او زي ما قلنا بتشبه الكرباج، اهو شايفين شكلها فعلا عامل زي ايش زي الكرباج. هذه صورة الدودة، لانه زي ما قلنا 5 سم يعني عادي ممكن نشوفها بالعين المجردة. هذا شكل اللي هي طبعا هذا على طول هنعرف هذا عبارة عن ترايكيورس ترايكيورا فيميل، لانه اطول واعرض من مين من الذكر، وهذا زي ما احنا شايفين اللي هو الفيميل اقصر وارفع من مين من الانثى اللي هو الميل. اوكي، اهو
طبعا زي ما قلنا بيحتوي على اللي هي reproductive system، اللي هي زي ما قلنا في عندي طبعا بعض الخواص او الصفات اللي بتميز testis و vas deferens و ejaculatory duct الى اخره. اوكي اهو الايج بتاعت هذا البيضة لها شكل، هو بارل شيب، عاملة برميلية الشكل زي كده، عاملة بهذا الشكل اهو. لها مظهر كاركترستيك ابيرانس، يعني لها شكل مميز لها، يعني انتوا حتى لو ما شفتوهاش هتلاقوها بهذا المنظر، عاملة بارل شيب يعني برميلية الشكل، او ليمون لايك شيب، الا حتى تو نوب، يعني لها نقرتين، شايفين هذا نقرة زي النقرة بتاعت اللي هي الايش الليمونة بالظبط، او بنسميها زي صينية المد، يعني زي الصينية اهو، صينية الشكل اهو. البراون كلر نتيجة ليه، اللي هي بينج بايل ديستيند، يعني مصبوغة اللي هي صبغة الصفرة. اوكي الها تريبل شيل، يعني الها ايه اللي هي شيل، يعني صدفة او غلاف تريبل. اوكي هذا بنسميها ميوكس بلاج، بلاج يعني زي سدادة. اوكي اهو شكلها برمينية، اللي هي هذا تريبل انر واوتر وان سيجمنتد، اللي هي ايش اللي هي هذا اللايرز بتاعتها. اوكي زي ما قلنا بارل شيب على شكل برميل 50 ميكرومتر، يعني سهل جدا لما نشوفها تحت الميكروسكوب يا جماعة. شكل هذا من تحت الميكروسكوب، هذا شكلها يعني، وهذا شكلها دايجراماتيكال، لكن هذا شكل حقيقي، هذا شكل بيضة حقيقي under the edge of the microscope. تحتوي جوه زي ما احنا شايفين على اللي ايش ان سيجمنتد اوفم، يعني بيضة غير مجزأة. البلاجز ار كلرلس، يعني شايفين زي ما احنا شايفين البلاج اللي هي السدادات اللي على الاطراف هذول اهو كلرلس، يعني ملاش لون، يعني مش بايل بيجمنتد. اهي هذا شكلها برضه تحت الميكروسكوب، او شايفين اللي هي البلاج ان اللي هو ايش كلر اهو، هذا ميوكس بلاج يعني سدادة اهو، وهذا ايش الان سيجمنتد اوفم، يعني بيضة غير معقلة او غير مجزأة. اوكي دورة حياتها سهلة جدا يا جماعة، الناتشرال هوست هنا الانسان. الانفكتيف فورم اللي هي طور المعدي embryonated egg containing rhabdidiform larvae. هنا هنبدأ نسمع أسماء يرقات زي ما أخذناهم قبل هيك، في عندي هنا إيش بسميه embryonated egg، يعني إيش يعني بويضة فيها داخلها جنين، بنسميه rhabdidiform larvae، يعني يرقة إيش سميها إيش rhabdidiform، هي يعني أول طور من أطوار اليرقات. أضلت في ميل اللي هي الأنثى بتعيش في اللارج انتستن زي ما قلنا، lays eggs which are discharged in feces، يعني تضع هنا ايش بيض، عشان هيك بنسميها ايش اوفيبرس ولا فيفيبرس، لا اوفيبرس، اوفي يعني تضع ايش تضع بيض. الايج اندر جوز ديفلوبمنت ان ذا سويل، مش معناته تعتبر التربه اللي هي انترميديت هوست، لا هنا بيبدا يتطور، بيصير له ديفلوبمنت في الصويل، لكنه لا يزداد في العدد ولا يحدث له تكاثر لا جنسي. اوكي وين ذا انفكتيف رابتيدي فورم لارفا، لما يتطور او تبدا تظهر ديفلوبس، تبدا تتطور خلال اللي هي 3 الى 4 اسابيع within 3 to 4 weeks. امبريونيتد ايجز ار انفكتد تو مان، يعني حتى لو البني ادم تناول طعام او شراب ملوث بهذه اللي هي البيض الامبريونيتد ايجز، يبقى يعتبر برضه ايش انفكتيف، او الانفكتيف فورم امبريونيتد ايج، امبريونيتد ايج. اوكي المود اوف ترانسميشن، طريقه العدوى او انتقال العدوى، انفكشن اوكيرز ان هيومن، لما بيبدا الانسان زي ما قلنا يتناول طعام او شراب ملوث بالماتيور امبريونيتد ايج، يعني ايش البيضه الناضجه. Okay. Containing the infective larvae اللي بتحتوي على ايش؟ على اليرقة اللي هي المعدية are swallowed in contaminated food or، يعني بيبدأ يبلعها البني آدم بطعام أو شراب ملوث به اللي ايش؟ الـ embryonated أو الماتيور embryonated egg أو الـ embryonated egg containing infective
نعم اوكي. الايج هاتش ان ذا سمول انتستين، بتبدا تفقس اللي هي البيضه في الامعاء الرفيعه، وبتبدا اللارفا باسز داون، يعني تطلع اللارفا من اللي هي الهاتشد اوفا، وبتبدا اللي هي ايش اللي هو تنزل الى السيكم او الى اللي هي المنطقات اللي هي السيكم. اوكي هي المنطقة هذه تسمى منطقة الأعور. In about 2 to 3 months، خلال 2 إلى 3 أشهر become mature adults، يبقى بتصبح اللي هي اليرقة mature adults أو اللي هي ناضجة أو يافعة. الجرافيد adult female lay eggs، إيش يعني الجرافيد؟ زي ما قلنا الجرافيد يعني الأنثى اللي محتوية أو مشتملة على البيض، بسميها جرافيد. الجرافيد يعني ايه؟ الانثى اللي موجود في داخلها او الرحم بتاعها مليان او ما في ايش في بيض. اوكي يعني اللي بتبدا تضع الايش اللي هي البيض، تبدا طبعا ديسشارج انفيسز، بيبدا البيض ينزل مع البراز، وبتبدا طبعا ايش تستمر دوره الايش الحياه. ايج ستارت ابيرنج انفيسز يوجوالي بعد 3 شهور من العدوى. اهي زي ما قلنا الانسان بيضع اللي هو عن طريق البراز البيض، بينزل البيض في التربة، في التربة زي ما قلنا اللي هو بيقعد له few days، بيبدأ طبعا اليرقة جوه تنضج، بيجي البني آدم اللي هو بياكل طعام او شراب ملوث، وزي ما قلنا بتبدأ دورة الحياة ايش اللي هي تستمر بهذا الشكل. الباثوجينيسيتي والكلينيكال فيتشر، شوفوا هذا شكل ايش بعض اللي ايش اللي هي الديدان، وهي ايش مثبته حالها في الغشاء المخاطي المبطن اليمين اللي هي الامعاء الغليظه. انفكشن ويز ترايكيوراس ترايكيورا ترايكيورياسيس بسميها ترايكيورياسيس. الويب ورم انفكشن او بسميها ترايكوسيفالياسيس. سيفالس يعني لأنه هي بتغمس راسها في داخل إيش اللي هي في داخل الغشاء المخاط المبطن للأمعاء. طبعا ممكن تكون يا جماعة ترايكوسيفالياسيس أسيمتوماتيك، يعني ملهاش أعراض، وممكن تعمل لي إيش اللي هي بعض الأعراض زي أنيميا، مال نيوتريشن اللي هي سوء تغذية، أكيوت أبندسايتس يعني زي ما قلنا هي بتعيش حوالين اللي هي الأبندكس. إذا العدد زاد ممكن طبعا يا جماعة تعمل لودج، تعمل زي نوع من أنواع الديزنتري. أوكي ميوكاس دايريا دائما ممكن يصير يعني إسهال بس مخاط بس، كرونيك ديزنتري زي ما قلنا دوزنطار لأنه هي بتعيش في المنطقة السفلية، فبتعمل نوع من أنواع اللي دائما البني آدم بيحس حاله بده يخش الحمام بفوت ما فيش براز، ممكن يصير عنده إيش اللي هي الريكتم بتاعه المستقيم كله يطلع برا فتحة الشرج، ويحتاج أحيانا لعملية عشان نرجع له اللي هي المستقيم إلى الداخل. أبدومينال بين ممكن تعمل وجع في البطن، فقدان في الوزن، يعني أعراض ممكن زي ما قلنا تكون أسيمتوماتيك، وممكن الأعراض تكون اللي هي أكثر تطور. اللابوراتوري دايجنوزز طبعا ترايكيورياسيس ممكن زي ما قلنا انه ياخد عينة اللي هي البيض، لو عملنا احنا ممكن نعمل ايج كاونت اقل من 10 بيضات لايت انفكشن، اكتر من 50 بيضة بنقول عنده ايش هيفي انفكشن. بصوا ازاي هذا يا جماعة لو طلعنا مظبوط اهو، هذا عبارة عن ريكتم، وهذا الدود زي ما احنا شايفين داب بالمكان ايش المكان هذا، يعني ممكن ايش يبين، يعني احيانا ممكن لو بصينا بمنظار على طول الطبيب يقدر يشوف اللي هذا النوع من ايش من اللي هو زي ما قلنا يعني طولها بصل من يعني الذكر لحد 4.5 والانثى حوالي 5 سم، يعني ممكن نشوف. اوكي زي ما قلنا سيجمويدوسكوبي ممكن نشوف وايت بوديز موجوده في اللي هي الغشاء المخاطي المبطن اللي هو الملهوب. بلاد اكزامينيشن ايوزينوفيلا، دائما يا جماعه الايوزينوفيليا يعني انا لما بعمل سي بي سي والاقي الايوزينوفيل كاونت عند هذا الشخص عالي، يبقى على طول بدي افكر اما عنده ازمه او عنده اللي هي ويرمز اللي هي بعض انواع من الديدان، فلازم انا ايش اقول له اعمل فحص براز، او يعني اذا كان
الصدر عنده خالي وما عندوش أزمة، بدنا نقول له لازم تعمل فحص براز مستمر. البروفايلاكسيس دراكيورياسيس ممكن نحن طبعا نمنحها عن طريق اللي هي ايش، البروبر ديسبوزر اوفيسز. طبعا اليوم يعني ما فيش حدا زي زمان بيغسله او بيسقوا الخضار بمية المجاري، كانت زمان طبعا هذا مصدر كتير. عدم التبرز خارج اللي هي المراحيض، عدم اللعب في السويل، عدم تناول الفواكه او الخضار من غير ما تنغسل غسلا جيدا تحت صنبور ماء يجري الى اخره. وعلاج طبعا الناس المصابين، ونعمل طبعا ايش توعية صحية اللي هي في المناطق الريفية بالذات. يعني اليوم ما حدش طبعا بفوت مناطق مهجورة إلا لازم يخوش اللي هي الWC المخصص لإله. أوكي، بنكمل إن شاء الله. هذا حيكون تقريبا يمكن 3 فيديوهات طويلة شوية، معلش.